هاي يا بنات، ازيكم؟ هقول لكم فيديو اول مره اعمل النوعيه دي من الفيديوهات كده. ده فستان لسه جايباه جديد، ده الدولاب، ونشوف ايه اللي جوه. وعامل لكم ميكس اند ماتش بيبسي دي منه كده. فده طقم، غيرت ده طقم نفس التي شيرت ونفس او مع السكارف، شيل الاكسسوري اللي انا لابساه عشان ميبقى. او حتى بروح اشتري من اللوكال ماركت، من الاسواق اللوكال، عشان محتاجه حاجه تكون اوها ممكن على الضوافر او على الكراريز او على ناعمه جدا. ودي شوف سوا، عجبني شكله حلو جدا، عجبني. هاي يا بنات، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هصور لكم فيديو اول مره اعمل النوعيه دي من الفيديوهات، وبحس ان البنات دايما بتحب النوعيه دي من الفيديوهات، وهي الكابسول كلوزت اور واردروب. ان انا اللي يعرفني انا اسمي شيماء ومسافره بدوام كامل، يعني فول تايم ترافلر. فانا ناويه السنين الجايه هفضل مسافره على طول الوقت، فطبعا مش معايا مساحه كتيره. او الافضل لما انت بتسافري تسافري بشنطه صغيره، يعني هي مفروض كده، بس انا شنطتي كده كبيره. فانا النهارده هعمل لكم فيديو او فلوج عن اللبس الموجود في الدولاب جوه، وده لبس طقم لسه شارياه جديد. واقول لكم انا بجيب لبس منين وانا بسافر، عشان في زي هالوين وحفله زي كده. اول مره في حياتي اعمل حاجه اللي هو اجيب لبس تنكري واعمل نفسي ساحره شريره، او ان انا ميته قبل كده اي حاجه. انتظروا الفيديو الجاي هعمل لكم يعني فيديو كامل عن الموضوع ده، عن الفستان ده. المهم حلقه النهارده هوريكم اللبس بتاعي اللي انا اخدته وبلبسه دايما وانا مسافره. طيب نفهم الاول ايه هي الكابسول كلوزت. الكابسول كلوزت يعني هي مجموعة من الملابس، ممكن يكونوا 10 قطع، بس تقدري ميكس اند ماتش يعملوا لك مثلا 50 طقم او 100 طقم. يعني بتجيبي بنطلون بيليق على كذا تيشيرت، والتيشيرت بيليق على كذا بنطلون. بتجيبي سكارف تقدري تغيري في الحركات بتاعته، بحيث ان انت تلبسيه كذا منظر، فيحسسك ان انت عندك اكتر من سكارف، عندك اكتر من بنطلون، عندك اكتر من تي شيرت، عندك اكتر من. فيلا بينا نفتح الدولاب بتاعي واوريكم اللبس بتاعي اللي بلبسه وازاي بعمل ميكس اند ماتش. دي الاوضه بتاعتي يا بنات، انا سايبه ده على جنب كده. ده فستان لسه جايباه جديد وهقول لكم قصته بعدين. ده الدولاب، الدولاب كبير، بس انا كل لبسي اللي جايباه معايا ده، اللي فوق ده مش تبعي، ده تبع المكان اللي احنا قاعدين فيه. ودي الشنطه بتاعتي مخزناها كده تحت، بس ده كل اللبس بتاعي اللي عندي، وشويه حاجات هنا زي فوط وبشاكير عشان البحر ولبس البحر، فمش مهم ده نتكلم عنه لان لبس بحر. هنتكلم عن القطعه دي ازاي ان انا بعمل ماكس اند ماتش بحيث ان الطقم الواحد يظهر لي بكذا شكل. الميزه لما بيكون عندك لبس تقدري تعملي له ميكس اند ماتش، اول حاجه ما بيكونش عندك لبس كتير، ففي السفر بتكوني اريح ان انت تقدري تتحركي وتروحي وتيجي بشنطه واحده مش بكذا شنطه. تاني حاجه بتحسي ان انت ما بتزهقيش، ما بتمليش. تالت حاجه دايما بتلاقي الناس بتدي كومبليمون حلو جدا على لبسك، وده بيخليكي في مود حلو وفرحانه، ان مع ان الحاجه دي بسيطه جدا، بس ازاي ان انت تعملي ميكس اند ماتش بشكل سمارت، بشكل ذكي. بلس ان انت دايما حاولي تاخدي القطع اللي هي تحسيها مميزه، ما تبقاش فانتزي قوي، بس تحس ان هي فيها حركه غريبه. يعني على سبيل المثال انا الاكسسوري ده دايما بيجي لي عليه كومنت كتير جدا وكومبليمون كتير جدا. بدل ما البس حاجه تقليديه زي نيكلاس او حاجه عاديه كل الناس بتلبسها، جبت ده عندي منه سيلفر وعندي منه ذهبي. ده الذهبي بيليق على معظم اللبس بتاعي، والناس دايما تديلي كومبليمنت تقولي الله شكله حلو عليكي، ده جايباه منين، مع انه مش غالي، بس هي الفكره ان هي حركه جديده. فيلا بينا نفتح الدولاب ونشوف ايه اللي جوه، واعمل لكم ميكس اند ماتش وتقولي لي رايكم في الكومنتات دلوقتي تحت. خلينا نتفق مبدئيا ان ده 90% من اللبس بتاعي، او 95%، في كام حاجه كده في الحمام، لبس يوجا على هنا على هنا، فده الاساسيات بتاعت اللبس. اول حاجه انا بحب التيشيرتات البيضه جدا، يعني جميله.
ده واسع كده، بقدر البسه على شورت الليجنز اي حاجه، وده برده جميل جدا اقدر البسه على شورت او الليجنز يعني. وميزتهم ان هم خفاف جدا يا جماعه، ما بياخدوش مساحه وما بياخدوش وزن، واقدر البسه على جينز على ليجن على شورت، ممكن استخدمه للبحر او استخدمه يعني في اي شكل. فده حاجه من الحاجات اللي دايما يعني يفضل تكون عندكم قطع بيضاء. فليه يفضل من يكون من قطع القطعتين لونهم ابيض؟ عشان لو واحد باظ يبقى عندك التاني، والاثنين اصلا كنت جايباهم على سعر كويس جدا، فا اتس اوكي يعني. ما كانش في بالي ان انا اجيب اثنين، انا جبت واحد والتاني عجبني وكان سعره كويس فيلا اخدته. تاني حاجه طبعا التيشيرتات، اوريكم كل التيشيرتات مره واحده اللي عندي، يعني هي تيشيرتات على بلوزات اساسيه تمام. عندي هنا تيشيرت اسود، وده زي ما قلت لكم في حركه كده من الجنب ان هو شفاف جميل جدا. خلينا نشقلبه عشان هو متشقلب. طبعا لازم برضو لو عندك حته قطعه بيضاء يفضل يكون عندك قطعه لونها اسود، وده ميزتها ان هي زي دانتيل من الجنب كده، شايفين حلو قوي. عندي طبعا ده شفتوني بيه كذا مره، كل اللبس متشقلب على الشماعات يعني، فده اكون محضره احسن من كده. برضو دي جميله اقدر البسها على البحر او تربطوها كده من قدام، وبزيتها تلبسيها على جينز او على شورت ما بتقولش لا. انا بقدر اكل الدولاب معاكم دلوقتي معاها، طبعا الشماعات مش كفايه، وده برضو حلو قوي زي عشان يعني بحاول ايه. طبعا حلو قوي ان انت يكون عندك كذا لون، عشان ايه الواحد بيصحى تحسي ان النهارده انت عايزه تلبسي ابيض، النهارده عايزه تلبسي ملون، النهارده عايزه تلبسي اسود، فيكون عندك. فده حلو قوي، وساعات بلبسه يعني، شوفوا انا لابسه ده على ده، ممكن البسه على ده وبيليق جدا، شايفين حلو قوي. ودي قطعه زي بيزك كده تقدري تلبسي تنامي بيها، تروحي بيها الجيم، تلبسيها تحت حاجه. دي برده من الحاجات الحلوه تكون عندك. انا بحب التيشيرت ده جدا، برده زي ما قلت لكم انا بحب الحاجات اللي فيها حركات، فلونه لذيذ هادي مش قوي تمام، وفي كده زي الاستراس الموجوده دي، والحمد لله ان هي ما بتقعش في الغسيل. بقى التيشيرت ده عندي بقالي اكتر من 5 سنين ولذيذ، ودايما بيجي لي كومنتات حلوه قوي على التيشيرت ده، لانه بيخلي جسمي شكله حلو، فدايما اختاري القطعه اللي تخلي جسمك شكله حلو. دي برده زي حاجه بيزك كده، برده اللون كده جميل، تقدري تلبسيه على، شوفوا يعني انا اقدر البسها على البنطلون اللي انا عندي ده، او على بنطلون جينز والبس عليه زي بلوفر او اي حاجه. ده تيشيرت يعني انا طلعت عينه. ده بنام بيه لو عندي اي اكتيفيتي هايكنج، طبعا بغسل اللبس على طول يعني، بلبسه مش في المود البسه، عايزه البس حاجه كده احس ان انا اي حاجه البس ده وبيليق برده على البنطلون اللي انا لابساه. وفي تيشيرت ده بتاع ترافل سيكريت، جروب بتاع السفر، لونه لذيذ وعليه حرك كده برضو، ترافل سيكريت من الجروبات الكبيرة عن السفر، فانا دايما بشير على الجروب ده فادخلوه. وفي عندي زي تيشيرت بلاك كده، ده لذيذ بقى يعني، ده يعني تقدري تلبسيه على حركات سياحة، على جينز، على شورت، وممكن تلبسي عليه سويت شيرت فيبان بس كده من قدام، تحسي ان هو الستايل اللي هو القديم المتقطع ده برضو بحبه جدا ومريح جدا. وعندي البلوزه دي برضو بحبها، دي من ايطاليا صاحبتي، كيوت قوي وفلوري، لو انت عايزه تحسي ان في حاجه كده تلبسيها تحسسك ان انت بنوته جيرلي وفيها حركه من الجنب. زي ما قلنا لازم ناخد ايه بالنا من الحركات والديتيل، تكون القطع كده مميزه مش عند اي حد، وده برضو الواناته عجبتني جدا تمام. ايه تاني عندي؟ ده زي طقم كده لبس النوم عادي،
خلينا بقى ندخل على البنطلونات. يعني ده يعتبر معظم البنطلونات اللي عندي. ده زي دينم شورت كده، ده حلو برضو، ده بيليق على كل حاجة وبيدخل مع اي حاجة، او حتى ان انتوا تربطوه على منطقة الوسط. ده بنطلون جينز برضو مع سديري، بس السديري مش معاه برضو، يعني انا ممكن اكون لابسة حاجة زي كده، حاجة سادة، واقوم جاية لابسة ده عليه يعمل ستايل ومنظر مثلا. يعني او البسوا على بنطلون اسود او شورت او ليجنج، يعمل كده ستايل، يعني يعتبر كانه اكسسوري اكتر مما هو يعني حاجه تلبسيها، هو اكسسوري اكتر. فبحب السديرات دي جدا، وفي حركه كده ولونه جميل، يعني بحبه قوي. في بقى البنطلونات بتغيروا يا جماعه، يعني انا عندي كذا نوع من البنطلون. عندي ده اللي هو عامل زي القطيفه لو الجو برد شويه وانا عايزه امشي وعايزه حاجه تدفي رجلي، فالبس ده. ده بنطلون جينز عادي بيليق مع كل التيشيرتات اللي انتوا شفتوها. وده بنطلون زي ساتان اسود بيترفع كده من على الرجلين وفي حركه من الجنب، حلو قوي. وده زي قطع كده، بحب اللون بتاعها قوي لانها لون كده بيربلي كده وبتدفي، وكمان سبورتي، يعني اقدر البسه وانا رايحه الجيم وحاسه ان انا بردانه البسه يعني فوق السبورت برا. وده يعني جاكيت بلبسه كل يوم لما بحس ان الدنيا برد، ودايما السكارفات بتدي كده حركه لللبس بتبقى حلوه، فدايما بحب اضيف سكارف لو مش لابسه اكسسوري. هنا زي قطع صوري لو انا رايحه مكان وعايزه اسهر، فبلبس القطعه دي، وعندي هاي هيلز كده هوريكم بلبسه معاه يبقى حلو قوي. وده حاجه برده زي سويت شيرت او تيشيرت او قميص بلبسه لو بحس الدنيا برد شويه. وده شال مستو برده ان هو اتنين في واحد، يعني لونين، وده الجنب التاني. زي طقم كده كيوت بناتي، زي توب كروب توب كده من فوق بيتلبس، ومن تحت زي جيبه، جميل جدا. ده في الغالب لما بروح العب تنس او اروح العب اي حاجه بلبس الطقم ده، لانه بحس ان هو رياضي، وكمان التنس بيحب السكيرتات. ودي سكيرت تانية صغيره هجيبه لكم بعدين. وده بقى يا جماعه بيس اوف ارت، ده الليجن ده فظيع. اولا لونه شفاف جميل جدا، مش بيبان الرجل قوي زي ما انتم متخيلين، بس تحسوا ان انتوا كانه عاملين على رجليكوا تاتو. ودايما بيجيلي عليه تعليقات كتيره جدا، جايباه منين؟ انا جايباه منين؟ انا نسيت، مش فاكره بصراحه. ده بقى عندي من زمان، بس كلما لما بلبسه فحلو قوي ان انت تلبسيه على جيبه بيضة او جيبه جينز او شورت جينز، بيبقى حلو جدا وبيدي منظر كانك عامله تاتو. ما عادش في حاجه في الدولاب غير زي قميص النوم والروب ده، قطع كده لذيذ. يلا بينا نشوف اللبس واعمل ميكس اند ماتش، يلا تعالوا معايا. والفستان ده قلت لكم احكي لكم قصته في الفلوج الجاي، هعمل كوستوم مريب وماسك وفيس وهرسم على وشي وهعمل شابوه كده، واروح هنا في المكسيك في حفله اسمها ديا دي مورتس اللي هو يوم الموتى، بيحتفلوا بالناس اللي ماتت اللي هم بيحبوهم، فبيعملوا لهم يوم عشان يحتفلوا بيه. يعني احنا لسه فاكرين الناس اللي ميته، سواء ناس او حتى حيوانات اليفه، انتوا بتحبوا الكلاب بتاعتكم وحد من الكلاب ماتت او كده، فبيعملوا احتفاليه كبيره جدا. في الفيديو الجاي هيبقى عن الكوستوم ده وازاي هعمل له ازوقه واعمل له يعني اضيف عليه وهرسم على وشي وهعمل ماسك كده مخيف، وهنزل الاحتفاليه في الشارع. فاستنوا الفلوج الجاي، فما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه دلوقتي وتتابعوني على الانستجرام، لاني دايما بعمل لكم ستوريهات عن السفر. فيلا بينا نجرب الميكس اند ماتش. جاهزين يا جماعه؟ الاول طقم، ده اول طقم، ايه رايكم؟ ده السكيرت اللي انا قلت لكم عليها. استني انا مش شايفه نفسي، انتوا شايفيني؟ استني اظبط المرايه بحيث ان انتوا تشوفوا كل الاتجاهات. دي السكيرت يا جماعه اللي انا قلت لكم عليها. استنوا انا ايه هنا، تمام. شايفين بقى الليجن او الليجن عامل كانه زي التاتو مع السكيرت الحلوه دي، مع ايوه كده.
فالبلوزه دي نفس البلوزه اللي انا كنت لابساها على البنطلون القماش، لبستها على السكيرت مع ليجن، فعملت حركه مع الاكسسوري ده، ده اللي انا قلت لكم عليه جميل جدا، ودايما بيجي لي عليه كومنت، ودايما بصراحه بيجي لي كومنت على الليجن كمان، يقولوا لي حلو قوي وجايباه منين وعايزين منه كده. فده طب غيرت البنطلون بس او السكيرت والليجن، ولبست البنطلون الاسود ده مريح جدا، وتقدروا تطلعوه كده فوق شويه فيكشكش، ونفس البلوزه ونفس الاكسسوار بس حاجه جديده وحاجه يعني فانك. يعني انا كنت لابسه على بنطلون قماش عادي، بعد كده على سكيرت وليجن، فعمل مود تاني ان انا بنت فانكي، ودلوقتي عامل برضو ان انا كاجوال قوي في نفسي. ونسيت اوريكم كمان، اوريكم كمان ان البلوزه بتاعتي فيها زي حركه من ورا كده، ف يعني زي ما قلت لكم تحاولوا ان انتوا تاخدوا قطع مميزه فيها حركه بس ما تكونش اوفر حاجه كده. ايه رايكم؟ ده طبعا نفس التي شيرت ونفس الاكسسوري بس بنطلون مختلف جينز، بيبين ان انا حد very classy or casual، وبحط مثلا شنطه كروس وخلاص وشكرا على كده. ولو حابه تغيري ده ممكن تشيلي الاكسسوار وتحطي زي سكارف، لان التيشيرتات البيضه جميله جدا، تقدري تغيري مع الاكسسوري او مع السكارف. تشيلي الاكسسوري اللي انا لابساه عشان ما يبقاش تو ماتش، بس انا دلوقتي مش هشيله، وتحطيه كده فيبان ان انتي كيوت حاجه جديده، او حتى لو مش عايز سكارف القميص الجينز ده تقدري لو الدنيا برد شويه او في سقعيه تلبسي ده. تمام، او مش عاجبك تلبسيه على الوسط يدي حركه. فممكن ان انت لو انت لابسه سكارف ما تلبسيش ده، بس لو لابسه ده ما تلبسيش سكارف، لو لابسه سكارف ما تلبسيش ده، ولو لابسه ده ما تلبسيش. فهمت انتوا انا اقصد ايه؟ ويدي حركه كده. فده كان مثال عن الميكس اند ماتش، نفس التي شيرت نفس الاكسسوري، بتغيري البنطلون بتحطي حركه فوق حركه تحت. ده كان مثال. لو عجبكم الفيديو او عجبكم الستايل اكتبوا لي في الكومنتات، اعمل لكم فيديوهات اكتر عن الموضوع ده، لان بصراحه القطع اللي عندي ممكن اطلع منها 100 اوتفيت، يعني اطلع حاجات كتير جدا، يعني ممكن نفس الطقم اللي انا لابساه بحركه واحده اخليه لكم حاجه جديده خالص. هوريكم بقى دلوقتي الحاجات اللي انا بشتريها وانا بشتري اللبس لما بسافر كده، بحس ان انا محتاجه حاجه عايزه اشتري حاجه، بروح اشتري الحاجات دي منين؟ بروح اشتري من اللوكال ماركت، من الاسواق اللوكال، عشان اعمل سبورت للناس اللوكال الموجودين في البلد اللي انا عايشه فيها، لان انا مش عايزه اروح اشتري براندات واروح اشتري حاجات وانا بسافر ممكن انسى القطع فهزعل عليها. ثانيا في السفر احنا بنبهدل اللبس، فمش هجيب براند انا، يعني يا جماعه اروح مثلا اروح شانيل اجيب شانيل، عايز حفلات انا ما بروحش حفلات، انا بروح اقعد في الصحراء قدام البحر في الاوشن، بغطس بنط من الجبل، بروح اعمل هايكنج سايكلينج اي حاجه. فمحتاجه حاجه تكون مريحه لجسمي، جسمي بيحبها، مرتاح مع الفابريك. فهوريكم دلوقتي انا اشتريت لبس منين. فيلا بينا اقول لكم بقى، الاسبوع اللي فات ده رحت السوق اللوكال ماركت واشتريت شويه حاجات كده جميله جدا عايزه افرجكم عليها. بقة اللبس، بقة الشعر، جبت ايه؟ جبت زي جليتر كده او حاجات بتتلزقوها، ممكن على الضوافر او على الكراريز او على وشكو، ليها كذا استخدام، او حتى على شعركو، عجبتني قوي دي. جبت بلوزة كده جميلة جدا، صوفت قوي يا جماعة، اللون ده اقدر البسها في حصة اليوجا، او ان انا حتى لو راح اعمل هايكنج او راح اتمشى شوية، يعني ملمس حرير نعم جدا. شوفوه حتى على البنطلون الجينز اللي انا لابساه، دي قطعة عجبتني قوي. عارفين منتشر قوي كان الليجن ده منتشر، لانه بيقول ان هو مستو ان هو بيقلل السلوليت والكلام ده، يعني حاسه ان ده كلام كده. سواء عجبني شكله ولونه برضو، وفي حركه من ورا كده، انتوا فاهمين؟ فاهمين صح؟
وعجبني قوي الخامة بتاعته والملمس. يعني متخيلين الحاجات دي يعني اسعارها رخيصة جدا جدا والكواليتي حلوة قوي. وانا يعني مش عايزة حاجة تعيش معايا العمر كله، بس حاجة تكون شكلها حلو ومريح وتحطني في المود. انا مقاس سمول اهو يا جماعة، سمول، ها سمول شايفين؟ والحركة اللي ورا دي لسه ما لبستوش، لان انا من الاشخاص اللي بحب اغسل حاجة قبل، يعني حتى لو انا شارية حاجة لازم اغسلها. ادي جوزي العكس بيلبس على طول. اخر بقى قطعة بحبها قوي قوي، شايفين البنطلون ده؟ كنت عايزة يعني حاجة كده لوس. شايفين الباترن من تحت كده في حركة واسع زي شالستون، بنطلون شالستون. واول مرة اجيب بنطلون يا جماعة طويل جدا عليا، مبسوطة بيه قوي. عايزة البسه واوريه لكم، استنوا لانه بحبه قوي. ولايق كمان على البلوزة البيضة لسه جديدة اهو. واللبس ده بقى ده برضو جبته من اللوكال ماركت، حلو جدا عجبني. شايفين بقى ده الديتيلز من جوه، اللي هو الخفافيش، وهنا اللي هي البامكن، وهنا الدانتيل والليز ده زي سحابه كده سوسته بتفتحوه من هنا. ده الوش. وهجيب بقى زي شابو كده عليه. و استنوا فلوج المره الجايه. المهم حلقه النهارده خلصت، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا بالقناه حالا بالا بالا، وتتابعوا صورتي على الانستجرام، دايما بنزل لكم يوميات في السفر ويوميات حياه صحيه في السفر. واول مره اعمل لكم فلوج عن اللبس، فشجعوني كتير كتير، وصلوا الفيديو ده لكل اصحابكم البنات، خليهم يتفاعلوا، خلينا نعمل كوميونتي حلو كده جدا مع بعض. ولو عجبكم النوعيه دي من الفيديوهات ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات عشان اعمل لكم فيديوهات اكتر عن ميكس اند ماتش ولبسي في السفر، لان انا مش من الاشخاص اللي بحب اتكلم شويه على الحاجات الماديه زي اللبس وكده، بحب اتكلم اكتر عن الهيلثي لايف ستايل. بس بما ان انا بعمل شوبينج زي ثريفتنج، بجيب لبس، ممكن اجيب لبس مستعمل بس يكون فينتج قديم، اجيب قطع كده وانا بسافر، بحب اجيب القطع اللي هي يعني مش هلاقيها، مش هلاقي زيها بعد كده. فما تنسوش تتابعوا الفيديوهات الجايه وتتفرجوا على الفيديوهات القديمه، عامله لكم فيديوهات كتيره جدا هتحبوها. وادعموني بالاشتراك بالقناه دلوقتي، واكتبوا لي كومنت، وتابعوني على الانستجرام، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.